إن الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الموت محل للاعتبار وموطنا للازدجار ومكانا إلى دار القرار. الحمد لله الذي جعل رضاه ورحمته لمن أطاعه، وجعل غضبه وعذابه لمن عصاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حذرنا القيامة وأهوى لها، وخوفنا الساعة وزلزالها. لم يخلقنا للدنيا عمارا، بل جعل لنا الآخرة لتجزى كل نفس بما كسبت ويحاسبها على ما قدمت وأخرت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا ومعلمنا محمد أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أيها الفضلاء، شكر الله سعيكم جميعا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعظم المصائب هو فقد الأمة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مصاب جلل. إذا كانت مصيبتك عظيمة فلتتذكر مصابك في فقدك لنبيك محمد. ومن أعظم المصائب أيضا أن يفقد الإنسان والده أو أن يفقد والدته. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البشرى ساقها للصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والوالد والوالدة أخبر النبي في شأنهما كل خير. قال: والداك جنتك أو نارك. من القائل؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: والداك جنتك أو نارك. وقال: لو علم الله عز وجل كلمة أقل من أف لنهى عنها، فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. لذلك أخي الفاضل، الإنسان فينا لا يدرك قيمة أمه ولا قيمة أبيه إلا بعد الفقد. عندما يحملهما على كتفه يتذكر فضل الأم وفضل الأب، على الرغم أن القرآن الكريم أوصى بهما خيرا. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من الذي أوصى بهما؟ الخالق، لأن الله جعلهما سبب وجودك في هذه الحياة. لذلك أقول لكل ولد أو رجل مات عنه والده أو والدته: الآن أدركت قيمة الأم، الآن أدركت قيمة الأب. الإنسان فينا لا يدرك قيمة النعمة إلا بعد فقدها، لا يدرك قيمة البصر إلا بعد ما يعمى، لا يدرك قيمة القدم إلا بعد ما يشل، لا يدرك قيمة الخير إلا بعد ما يفقد. لذلك الآن أدركت قيمة والديك، وقد أخبرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: والداك جنتك أو نارك. الإنسان فينا يعلم تمام العلم أن مفتاح الجنة قابع في بيته،
الأم والأب، هذا الشيخ العجوز وهذه المرأة العجوز مفتاح من مفاتيح الجنة، بنص حديث النبي الذي هو في البخاري قال: والداك جنتك أو نارك. فأي إنسان ما زال والده على قيد الحياة أو والدته فليحمد الله عز وجل، وليذهب مسرعا مسرعا يقبل يد أبيه ويد أمه قبل فوات الأوان، لأنها أنفاس معدودة، سرعان ما تنتهي الأنفاس ويوارى الأب التراب والأم التراب، ويكون الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون رد الجميل، وأجمل جميل ينبغي أن يرد جميل الأم وجميل الأب. كان النبي يقول عن أم أيمن التي احتضنته بعد وفاة أمه: أمي بعد أمي. وكانت حليمة السعدية عندما جاءته من ديار بني سعد وهي قد أرضعته حولين كاملين، ثم رجع ثانية وعاش 3 سنوات وشهرا عندها ثانية، كان يفسح لها المجلس ويلبي طلباتها. لذلك علمنا رد الجميل، رد الجميل. وكان دائما دائما يبكي لكونه سأل الله عز وجل أن يزور قبر أمه فوافق الخالق سبحانه وتعالى، وسأل ربه أن يستغفر لها فلم يوافق. فلما بكى بكاء شديدا قال الصحابة: فداك أبانا وأمنا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن، فلذلك بكى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. رد الجميل، النبي علمنا رد الجميل، وهذا خلق، هذا خلق ينبغي أن نتأسى به. ولكن الشاب في هذا الزمان إلا من رحم ينسى ذلك تماما، ينسى فضل الأم وفضل الأب. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذات يوم مع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يقول لهم وهو يجلس معهم يعلمهم ويستفيدون منه، يقول لهم: هناك رجل يأتي من وفد اليمن اسمه أويس بن عامر القرني، فإذا وجدتموه فاسألوه أن يدعو لكم لأنه بار بأمه. يبقى ما سبب استجابة دعاء أويس بن عامر القرني؟ السبب واحد، وهو بار بأمه. يقول لمن؟ يقول لعظام الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان المبشرون بالجنة، وكلهم ترقبوا أويس، وأكثرهم ترقبا لأنه أطولهم عمرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مكث يبحث عن أويس بن عامر القرني بمواصفاته التي وصفه النبي بها 10 سنوات، كل عام في موسم الحج يذهب إلى وفد اليمن: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ يقولون: لا. أفيكم؟ لا. في السنة 10 وكان خليفة للمسلمين: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. بعد 10 سنوات يفتش عمر عن دعوة، وما سبب استجابة الدعوة؟ أنه بار بأمه. قالوا: نعم، أين هو؟ قال: تركناه هناك يحرس أمتعتنا. يعني ليس من علية القوم، إنسان بسيط جدا ولكن عنده خبيئة. ما هي الخبيئة؟ بار بأمه. فذهب عمر مشية المتزلزل الخائف من ربه، كان يشاهد له خطان أسودان من شدة البكاء والخوف من الله، يذهب إلى أويس، وجده يحرس الأمتعة: أنت أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم. قال: من قبيلة مراد؟ نعم. من قرن في اليمن؟ نعم. أصبت ببرص في جسدك وبرئت منه إلا موضع درهم في ساقك؟ نعم. مات عنك والدك؟ نعم. لك أم؟ نعم. وأنت بار بها؟ قال: أسأل الله ذلك. وهذه صفة المؤمن، قلب وجل يعمل العمل ويسأل الله القبول، أسأل الله ذلك. فقال: أستحلفك بالله يا أويس أن تدعو لي، أن تدعو لي. قال: أنا يا أمير المؤمنين
أنا وأنت المبشر بالجنة، وأنت الذي أيدك القرآن في أكثر من موضع، وأنت الذي سماك أهل السماء بالفاروق، وأنت خليفة رسول الله، أنا الذي أدعو لك؟ قال نعم. فإن رسول الله محمد قال، هنا يزف البشرى لهذا الرجل، فإن رسول الله محمد قال: سيأتي رجل من وفد اليمن اسمه أويس بن عامر القرني، فإذا وجدتموه فاسألوه أن يدعو لكم. لماذا؟ لأنه بار بأمه، لأنه بار بأمه. فلم يتركه خليفة رسول الله عمر إلا بعد أن دعا له. قال: إلى أين أنت ذاهب يا أويس؟ قال: ذاهب إلى العراق. قال: سأوصي لك حاكم العراق. قال: لا، دعني يا أمير المؤمنين أمشي في غبراء الصحراء، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. لأنه يخاف الرياء، يخاف الرياء، لأن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم يوم القيامة الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. أويس يخاف الرياء، أويس ليس من علية القوم، كان رجلا فقيرا ولكنه كان يعمل خبيئة. أتدري ما هذه الخبيئة التي كان يعملها؟ كان يعكف نفسه في خدمة أمه، خدمة أمه. لذلك أخبر النبي عنه بأنه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. لذلك لا تنسى هذا الحديث أبدا أبدا. عندما يوسوس لك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن تفر من فكر أبيك أو من فكر أمك أو من شكل أبيك أو من شكل أمك، تذكر حديث نبيك: والداك جنتك أو نارك. والداك وهو لا ينطق عن الهوى، والداك جنتك أو نارك. فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. هذا هو حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انت دلوقتي بتندم، طب انا ابويا كان، انا عاوز نرضى ابويا بس مات وامي ماتت. يا اخي، جاء رجل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: هل بقي من بر ابر به ابوي بعد وفاتهما؟ هل بقي من بر ابر به ابوي بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، اي الدعاء، أن تدعو لأبيك ولأمك بعد وفاتهما والاستغفار لهما، تقول: اللهم اغفر لهما، وتستغفر الله لهما، وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما. خمسة أشياء يمكن أن تصنعها بعد وفاة أمك ووفاة أبيك: أن تدعو لهما، أن تستغفر لهما، أن تصل رحمهما، أن تكرم صديقهما، أن تنفذ عهدهما ما لم يضر العهد بشرع الله عز وجل. خمسة أشياء أخي الفاضل لك أن تعملها، واعلم أن الواحد فينا لا يستشعر قيمة النعمة بعد أن يفقدها. لا تدرك قيمة الأب إلا إذا دخلت آخر النهار بعدما انفض الناس من حولك وذهبوا إلى بيوتهم، فهذه الحياة الكل سيذهب إلى مصلحته وإلى حاله، وتبقى أنت تطرق الباب. كنت تنظر كل يوم إلى هذا السرير المتواضع الذي هو أقل من سريرك بمراحل، ولم ينظر الأب إلى سريرك بل يرضى بسريره. تنظر إلى هذا المكان المتواضع البسيط، تفتش عن أبيك، لم تجد، لم تجد الأب. كان كل يوم بتنسى تعدى تقول له: مش عاوز حاجة يا حج، ها، بتنسى، تنسى وتطلع جاري. إنما الزوجة ما بتنساش، مش عايزة حاجة، وانت في المحل في العمل انت مش عايزه خضار ولا حاجه، مش عايزين ححمه. قال لها: طب الام فين والاب فين؟ فين دول؟ راحوا فين؟ يا اخي، شيخ الشعراوي نسال الله ان ينفع به وان يرزقه جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخبر لنا قصه: كان يركب قطار الصعيد، وكان يركب الدرجه الثالثه، الكراسي مواجهه لبعضها، فابصر رجلين، ما تصلي على النبي، ابصر رجلين، رجل عمره 80 سنة تقريبا والآخر 60، هما كبيران ولكن أحدهما يكبر الآخر. فلما وقف القطار في المحطة، فإذا بالرجل المسن العجوز 80 سنة يعني يأخذ عكازاته وينزل مسرعا، هو بيخطب خطى بسيطة بس هو بدماغه بيجري مسرعا، فأتى بطعام
من المحطة ثم صعد ثم قدمه لصاحب الستين قال خذ. فقال الإمام عجبت من ذلك فسألته سؤال قلت من هذا منك؟ من هذا منك؟ الرجل دي قال لك إيه؟ قال هذا هو ولدي، هذا هو ولدي ابن ستين، هذا هو ولدي. لأن من الأحرى أن ينزل الصغير ليأتي للكبير، ولكن العطاء أيها الفاضل، العطاء الذي غرس في الأب والأم، العطاء ما زال صاحب الثمانين يعطي لصاحب الستين لأنه ولده، يجري مسرعا ويأتي بالطعام وهو يدرك أن القطار يقف في دقائق معدودة، ولكن يأتي بالطعام ليطعم ولده صاحب الستين. فهذا هو الأب وهذه الأم. الذي ما عرفنا عن الأب والأم إلا كل عطاء، أنت مقصر وأنا مقصر. أتدري لماذا؟ لأنه قد يمر يوما أو يومين دون أن ترفع التليفون وتتصل بأبيك وأمك، نسيت ذلك، ولا يمر سويعات بسيطة إلا وتتصل بزوجتك وأولادك. انشغلت بالزوجة والأولاد وتركت صاحب الفضل الذي قال ربنا في حقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، اسم فعل بمعنى أتدجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رجل في اليمن، شباب يجلسون إلى مقهى فوجدوا شابا ينزل من سيارة فارهة ويضرب رجلا عجوزا بكل قوته، رجلا عجوزا بكل قوته. فالشباب قال لا تضربه، أترضى ذلك لأبيك أيها الشاب؟ لماذا تضربه؟ فإذا بالشيخ العجوز قال دعوه فليضربني. أتدرون من هذا؟ إنه ولدي، إنه ولدي. وأتدرون لماذا يضربني؟ لأنني ضربت والدي منذ 20 سنة في هذا المكان، في هذا المكان. الجزاء من جنس العمل يا أخي. أختم كلمتي أيها الفاضل الكريم، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يتفقد أحوال أمته، فكان هناك شاب في المدينة له والدان مقعدان يعني شلين، فكان يحمل أباه على كتفه ويذهب به خلف رسول الله محمد، ثم يعود يأتي بأمه ويجعلها في صفوف النساء خلف رسول الله محمد. ففي يوم من الأيام يسأل النبي، ينظر خلفه فلم يجد المقعد، فقال النبي أين المقعدان؟ أين المقعدان؟ قال لقد مات ابنهما، لقد مات ابنهما. فقال سبحان الله، لو بقي أحد لأحد لبقي ابن المقعدين لهما. اوعى تقترب شبابك وتقول انا هنطيع امي بعدين اما نكبر ولا وي. لا، ده دي جنه ماكثه في البيت، جنه بدليل حديث النبي محمد، جنه ماكثه في البيت. عليك بان تكتسب لسان ان يدعو لك الاب، واقل شيء يرضي الاب ويرضي الام. لذلك اما مات الشاب، هذا الشاب الفاضل المطيع، فحزن النبي وقال سبحان الله، لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت له الأكفان وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أمك، 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 أبوك، عندما جاء عربي من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من أمك؟ ثم من أمك؟ قال ثم من؟ قال أبوك. لأن دور الأم بدأ قبل دور الأب بسنتين وتسعة أشهر، دور الأم ثم دور الأب. فلذلك والداك جنتك أو نارك، والداك جنتك أو نارك، والداك جنتك أو نارك، لتتنزل الرحمات ولتنزل البركات في طاعتك لرب البريات وإلزام خدمتك
لمين؟ لأبيك ولأمك. اللهم اغفر لوالدنا وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، اللهم ارزق أولاده الإخلاص والبر يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. شكر الله سعيكم جميعا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.